السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي وصديقاتي، الفيلم الذي عرض معالي زايد للحبس ولماذا حلق زوجها شعرها زيرو. معالي زايد هي إحدى أكثر الفنانات إثارة على الإطلاق. هي المرأة الجذابة والفنانة القادرة معالي زايد، والتي اختارت الأداء السهل غير المعقد والإطلالة الجريئة اللي أحبها جمهورها واعتدى عليها، وقدمت كتير من الأعمال الفنية الشهيرة. ولكن في حياة معالي زايد فيلم كاد أن يقضي عليها تماما، فبسبب هذا الفيلم حدثت مشكلة كبيرة بينها وبين زوجها، حتى وصل بالأمر أنه حلق لها شعرها وتبرأ منها هو وشقيقتها، ثم حكم عليها بالحبس بسبب هذا الفيلم. من أول أعمال الفنانة معالي زايد هو فيلم وضع العمر يا ولدي بطولة الفنان محمود عبد العزيز، ثم تولت عملها بعد ذلك ونالت نجاح عظيم مثل البيضة والحجر والشقة من حق الزوجة. أول أزواجها كان مهندس، ولكن لم تدم تلك الزيجة طويلا وحدث الانفصال. ثم تعرفت على طبيب أثناء إجراءها بعض الفحوصات الطبية وتزوجت منه. وقد أثر فيلم أبو الذهب المتاعب والمشاكل في حياة الفنانة معالي زايد لما حواء من مشاهد ساخنة ومثيرة قامت بها معالي زايد، والفيلم بطولة ممدوح عبد العليم وممدوح وافي ومعالي زايد. دخل زوجها الطبيب موقع التصوير ليجد زوجته معالي زايد في أحضان ممدوح عبد العليم، فشد غيظه ولم يتحمل ذلك المشهد مما دفعه لنهرها أمام الجميع وتكسير معدات التصوير. وأدت تلك المشاجرة بعد ذلك إلى أن قام ذلك الطبيب بحلق شعرها، الأمر الذي منعها من استكمال التصوير في ذلك الوقت، حيث تم تأجيل التصوير حتى ينمو شعرها. وبعد ذلك استعانت بباروكة صناعية، لأن الفيلم احتوى كثير من المشاهد الساخنة. تم تقديم بعض الشكاوي ضد الفنانة معالي زايد، وتم تعطيل إنذارات المحكمة التي كانت ترسل إليها، حتى تم الحكم عليها وعلى ممدوح عبد العليم أو ممدوح وافي بالسجن لمدة عام غيابي. تبرأت منها أختها وتبرأ منها زوجها بعد عرض ذلك الفيلم في دور السينما، وظلت معالي زايد في حالة من المعاناة حتى قامت المحكمة بتبرئتها سنة 1997، ولكنها لم تتجاوز الأزمة بسهولة. قولوا رأيكم إيه في الفيلم دوت، وشفتوه قبل كده الفيلم ده ولا لأ؟ شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.